السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز حسن في كورس فوتوشوب سي اس 6 تحت رعاية أكاديمية الموقع وقف أونلاين. النهاردة هنعمل ديزاين كامل إن شاء الله، ديزاين دمج. عايزين نجيب عربية ونحطها على طريق، ونحط ورا العربية والطريق زي باك جراوند، ونخلي العربية عليها تأثير كأنها ماشية في الطريق. طبعا الديزاين ممكن ياخد منا حوالي 4 دروس تقريبا على حسب ان شاء الله ما نشوف. طيب انا بدأت كده ابحث عن بعض الصور، عملت سيرش على صورة العربية عن طريق ان انا دورت على 3D car، تمام، وبعدين عملت سيرش على الطريق وجبت الصورة دي، وعملت سيرش عن طريق رود تيكتشر، تمام، وعملت صورة على الخلفية وجبت خلفية زي كده، صورة زي كده بالظبط. طيب تعال ننزل الصور الأول، كليك يمين قول له سيف ايمج از، حطها في الفولدر بتاع الكورس. قول له سيف، نروح نسيب العربية، قول له سيف. طبعا الصورة دي لسه بتحمل، طيب نخليها لحد ما نخلص ونكمل بس شغلنا. طيب هنروح نفتح الأول حاجة، نقول فايل نيو، نعمل العمل بتاعنا، ولكن نخليه مثلا نقول 800، نقول له 1000 مثلا في الهايت 800، خلي الريشة 72، نقول له أوكي. احنا كده عملنا حاجة غلط، نقول له فايل نيو 1000 مش 100، نقول له أوكي. تمام، تعال نروح نجيب صورة العربية الأول عشان نقطعها. طيب نجيب آلة البين تول، نبدأ نشتغل على الصورة. وهنا اقطع الخط خلص هنا عشان اكمل بقية الخط تاني. تعمل طول افضل اداة في التحديد اللي بستخدمها دايما، الا في كيسز معينة بستخدم الادوات التانية. خلي مثلا نقلل الوسط شوية عشان نعرف نشوف. تمام، طبعا اي حاجه نعملها غلط نظبطها بالماسك على كده ان شاء الله. تمام كده، تمام. بعد ما خلاص ادوس كنترول انتر، تمام، عشان اعمل الباص اللي عملته سيليكشن. بعدين هروح على الباك جراوند او الصوره وادوس كنترول جي. تمام، طيب تعالوا نسحب بقى صوره العربيه من هنا كده، نحطها في الديزاين بتاعها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، احول سمارت اوبجكت كونفرت سمارت اوبجكت. تمام، نقفل بقى صورة العربية خاصة بتاعتنا، بعدين نروح نفتح صورة الرود أو صورة التكستشر رود من الأوبجكت، نقول له كنترول A عشان نعمل سيلكت أول، وكنترول C عشان ناخد كوبي، ونروح نقول له كنترول B عشان نحطها بس بالشكل ده. طيب ننزله فوق العربية بالشكل ده، نخفض العربية خالص ونبدأ نتعامل مع الرود. طب احنا عايزين الطريق كأنه مايل على الأرض، فنعمل الكلام ده ازاي؟ أولا نحول ده سمارت أوبجكت، الصورة بتاعت الطريق، نقول له كنترول تي ونقول له من هنا ديزورت. تمام، كنترول تي في ترانسفورم، كليك يمين ونقول له ديزورت، ومن ديزورت أبدأ أزحف كده الطريق بالشكل اللي شايفينه عشان أديله منظور اللي أنا نفسي فيه أو اللي أنا عايزه. مثلا كده، مثلا اعتقد كده جيد كده. تمام، وبعدين هدوس Alt
وبقيت على اللير بتاع الطريق واقوم ساحب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان اخد منه كوبي. تمام كده، تمام تمام اوي كده. طيب ادوس على اللايرين بتوع الرود واسحبهم قدام شويه بالشكل ده. تمام، وبعدين اجي على اللاير التاني لسه عامله واخد منه كوبي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسيطة جدا 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 العملية. طيب هعمل ماسك عشان اظبط الاجزاء اللي هي الطايرة دي. هعمل ماسك على ثاني لير انا عملته. تمام اهو، واجيب البراش بتاعتي اتأكد ان الهاردنس بتاعها 100%. تمام اوكي، واجي هنا عشان امسح الجزء ده تمشي كده بس كده، وراح اعمل ماسك على اللير الرود الاخير بتاع الرود بتاع الجزء الصغير ده. تمام، عايز اظبط الجزء ده او مخلي البرش الهاردنس بتاعها صفر. تمام، وابدا امشي اكبر البرش شويه او اكبر البرش شويه وامشي بالظبط كده صغير شايفين. تمام، اروح على اللاير التاني اللي هو ده وابدا برضه امشي كده. تمام كده كده ظبطت. تمام، طيب نزل العربية كده بقى، ادي العربية نزلها تحت شوية. طيب ده بالنسبة لدرسنا، ان شاء الله نكمل الدرس التاني. لو في اي استفسار بالنسبة للدرس ده او الدروس اللي سابقة توجه للمنتديات وقف اونلاين ونحط الاستفسار بتاعنا. وما ننساش نعمل شير ولايك لصفحة الفيسبوك الخاصة بموقع وقف اونلاين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.